انتوا عارفين اغرب تصرفات حصلت من وردة ادت لطردها من مصر. في عهد السادات كانت العلاقات متوترة بين السادات وبين القذافي رئيس ليبيا، وفي الوقت ده غنت وردة للقذافي، ولما عرف السادات منحها ان هي تغني في مصر. بس ده ما كانش التصرف الوحيد اللي عملته وردة وتسبب في طردها من مصر. اللي حصل ان في منتصف الستينات انتشر كلام كتير ان وردة على علاقة بالمشير عبد الحكيم عامر، واتقال ان المشير عامر بيعيش قصة حب مع وردة، وان جمال عبد الناصر لما عرف رفض العلاقة دي واختلف مع المشير وخيره بين عزله من منصبه او طرد وردة من مصر. وفعلا طلع قرار بطرد وردة من مصر في عهد حسني مبارك وهي بتغني في احد الحفلات الرسمية وبتغني اغنيتها المشهورة جالك يوم. فبتقول وردة على سبيل الهزار جالك يوم، فقامت رايحة قايلة مش انت يا ريس ده اللي في الاغنية، فطلع قرار بعدها بطردها من مصر. وبعد فترة عادت وردة لمصر تاني بعد ما تم السماح بدخولها لمصر مرة أخرى. وردة كانت واحدة من المطربين اللي كانوا بيعشقوا أرض مصر وفضلت عايشة فيها لحد النهاية.